مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كورونا وقاية وإجراءات. نبدأ برنامجنا لهذا اليوم بالخبر أسار وما أعلن عنه ناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، حيث لم يسجل هذا المساء في الإجازة الصحفي، لم يعلن عن تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وأشار أيضا أن هناك عينات قيد الفحص، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع وأن تظهر جميع النتائج لأنها غير مصابة، وما نأمله أيضا الالتزام من كل المواطنين بكل ما يصدر من الشهادات الاختصاص واتباع الإجراءات خلال هذه الفترة حتى نتجنب العديد من الإصابات، وأيضا موضوع العمال نتمنى الالتزام بالحجر المنزلي. الخبر الآخر كان غير سار وتمثل بإعلان وفاة الطبيب الفلسطيني نبيل أبو الخير، هو موجود في إيطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا. بهذا الخصوص السيد الرئيس محمود عباس هاتف إلياس خير شقيق الطبيب المناضل نبيل خير معزيا بوفاته، وتقدم السيد الرئيس من شقيق الفقيد وزوجته وعائلته بأحر التعازي القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر. أيضا هاتف السيد الرئيس سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة ووجهها للقيام بكل ما هو مطلوب تجاه عائلة الفقيد الطبيب خير، واعتبر أيضا سيادته الطبيب المناضل خير الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى في دولة إيطاليا صديقة، اعتبره شهيدا من شهداء فلسطين. طبيب خير نائب رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، وهو أمين سر حركة فتح السابق في إيطاليا وعضو إقليم حركة فتح في إيطاليا، وهو أيضا أحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني رحمه الله. وأيضا بهذا الخصوص وزارة الخارجية المغتربين أعلنت عن وفاة طبيبين فلسطينيين في أمريكا وإيطاليا بفيروس كورونا رحمهما الله. نحن سنتوقف خلال البرنامج مع العديد من المتابعات وتهم جمهورنا ومشاهدينا داخل وخارج فلسطين. في البداية متابعات ميدانية، نتوقف مع الأردن والمغرب، ولاحقا تنضم إلينا سوريا أيضا لمتابعة المشهد وتفشي الفيروس في هذه الدول الشقيقة. نطمئن على الجاليات وأيضا إخواننا من شعوب هذه الدول. بداية نرحب بأحمد بدران من العاصمة الأردنية عمان، مساء الخير، وبزيد أبو شمعة من العاصمة المغربية الرباط، أهلا ومرحبا بكما. وأبدأ معك زيد، كيف تبدو الأمور في المغرب الذي يعيش عمليا حالة من الطوارئ الصحية؟ كيف تبدو الإجراءات؟ ماذا بخصوص أيضا الجالية الفلسطينية؟ نعم عزيزي خميس، يعني لا شك الوضع مقلق، هناك حتى اللحظة 1242 حالة شخصت بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهناك 91 حالة وفاة في المملكة المغربية جراء هذا الفيروس. الآن المملكة تشدد من إجراءاتها فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس. الآن منذ يومين فرضت المملكة وضع الكمامة الواقية على الجميع، يعني سواء كانوا في الذهاب شراء احتياجات المنزل أو أي نوع من أنواع الحركة، هناك سيفرض غرامة مالية وكذلك سيفرض عقوبة قانونية لمن لا يضع الكمامة. المملكة ترفع من وتيرة استعدادها فيما يتعلق بالفيروس من خلال تعزيز المنظومة الطبية والصحية وتشكيل لجان للطوارئ حتى كل المناطق المغربية. الحركة شبه معدومة في المملكة المغربية، تحديدا مدن وبلدات الحركة شبه معدومة، هناك ساعات محددة يتنقل بها المواطنون بتصريح حركة خاص، هذا التصريح هو فقط لشراء الاحتياجات الأساسية للمنازل، وهو يعطى لفرد من كل منزل، أو لمن يعملون في مهن تضطرهم للذهاب إلى العمل لديهم تصريح خاص للذهاب إلى العمل. ولساعات الحركة هي ساعات محدودة من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، بعد 6 الكل يلتزم المنازل وتبقى قوات الأمن في الشوارع
لضبط عملية حظر التجول. بالنسبة للجالية الفلسطينية، وكما قلنا في الحلقات السابقة، تشكلت خلية أزمة تقوم عليها سفارة دولة فلسطين. هذه الخلية أيضا تفتح قنوات التعاون مع رموز الجالية ورجال الأعمال الفلسطينيين في الجالية، وكذلك مع الطلبة. هناك حالة من التواصل الكامل في صفوف الجالية. الحمد لله الجالية حتى اللحظة بخير، لا يوجد هناك أي إصابات. وهذا التعاون أثمر عن عدة خطوات. الخطة التي وضعتها سفارة فلسطين وبتوجيهات من السفير جمال الشوبكي والتزاما بتوجيهات وزارة الخارجية الفلسطينية، حققت عدة أمور في الفترة الماضية تجاوبا مع حالة الطوارئ التي نمر بها. أولا، قامت بتقديم مساعدات عاجلة وطارئة لعدد من الأسر الفلسطينية التي تقطعت بها السبل، وكذلك للطلبة الفلسطينيين الأشد احتياجا وضمن نعم زين. الموازنات والإمكانيات المتاحة. كذلك تواصلت دولة فلسطين مع هيئات محلية يتواجد فيها طلبة فلسطينيين وعائلات فلسطينية الوجدة والصاد وفاس، وتعهدت جهات وجمعيات هناك وهيئات جامعية بتقديم المساعدات اللازمة لعدد من الطلبة الفلسطينيين والعائلات التي تحتاج إلى مساعدات طارئة. كذلك قامت السفارة بحل مشكلة 8 فلسطينيين متواجدين في المغرب بشكل غير قانوني، تم علاج وضعهم القانوني ومنحهم تصريح حركة لقضاء احتياجاتهم نعم زيد أبو الرئيسية شمعة، في ظل حظر التجول. الآن أجرت اتصالات مع الجهات المغربية الرسمية، وتم وضعهم في الصورة إزاء وجود 12 مواطنا فلسطينيا عالقون، غالبيتهم طلبة دراسات عليا، عالقوا في المملكة المغربية من أجل وضعهم في مقدمة من يمكن عودتهم إلى وطنهم في حال استؤنف ونحن الحركة سنتابع هذه بحق القضية وطنهم. معك في سياق تغطية أخرى. شكرا جزيلا لك من العاصمة المغربية الرباط، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا زيد. نرحب بمراسلتنا في دمشق يولا حسين، سأعود إليك يولا، تفضلي بالبقاء معنا. قبل ذلك نتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، وأحمد بدران، كيف تبدو الصورة في الأردن أحمد في ظل الإجراءات المتبعة، في ظل أيضا الإعلان عن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا؟ أهلا بك خميس. بداية دعنا نشير إلى أن الحكومة الأردنية قررت تفعيل أمر الدفاع السادس، والذي من شأنه أن يساعد القطاعات الإنتاجية المتضررة في هذه الأزمة. تفاصيل أمر الدفاع ستكون أوفى بعد الإيجاز اليومي في هذا المساء. أما فيما يخص الإصابات، فإن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 353 حالة. كما أعلن أيضا عن خروج 12 حالة من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء، وليصل عدد الحالات التي خرجت من المستشفى إلى 138 حالة، في حين تبقى في المستشفى 200 عفوا و9 حالات تحت العلاج. نعم، ماذا عن يعني تحدثت ربما او تحدثنا بشكل موسع عن العاصمة الأردنية عمان، ماذا عن المحافظات الأردنية الأخرى؟ كيف تبدو الإجراءات فيها، وأيضا كيف يبدو التزام المواطنين الأردنيين الذين نتمنى لهم السلامة؟ الإجراءات الحكومية، فقد قامت الحكومة الأردنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية منذ أيام بعزل حي الربوة وهو أحد أحياء عمان الشرقية في لواء ماركة، إضافة إلى إعلان أحد العمارات في حي الجامعة في غرب عمان كمنطقة ساخنة وبؤرة انتشار للفيروس بعد تسجيل عدد من الإصابات في ذات العمارة، مما دفع الحكومة إلى فرض طوق أمني حول العمارة وفحص جميع السكان والمخالطين. في ذات الصدد قال مدير عملية خلية الأزمة العميد مازن الفراية يوم أمس أنه تم تكليف 5 فرق من الاستقصاء الوبائي من أصل 15 فريقا لتتبع الحالات المخالطة للمصابين في حي الربوة في لواء ماركة، إذا تم إجراء حوالي 300 فحص، ونحن الآن بصدد انتظار هذه النتائج. أحمد بدران من عمان، تفضل بالبقاء معنا. توجه إلى يولا حسين من دمشق. طيب يولا مساء الخير، نعم. أهلا مرحبا بك معنا.
كيف تبدو الصورة في سوريا؟ ما أعلن حتى اللحظة 19 حالة مصابة بالفيروس، منها ثلاث تماثلت لشفاء. تحدثينا أيضا عن الإجراءات المتبعة في سوريا. صحيح خميس، تحية لك ولمشاهدي تلفزيون فلسطين مباشر. طبعا كما تفضلت بالحديث، 19 حالة هو الإحصائيات الرسمية السورية المسجلة حتى الآن بفيروس كورونا. شوفي منها ثلاث حالات بالأمس تحديدا أعلن عن شفاء الحالة الثالثة، فيما سجل حالتي وفاة، بذلك 14 حالة تتلقى العلاج في المشافي المخصصة. لذلك هذه هي الإحصائيات الرسمية حتى اللحظة، يمكن القول بأنها نسبيا لا تزال منخفضة وهذا جيد إلى حد ما. هذه الإصابات مقارنة بانتشار الواسع لفيروس كورونا في المحيط الذي هو على تماس أساسا مع سوريا. طيب، وكيف يبدو تجاوب المواطنين السوريين عمليا مع الإجراءات المتخذة، وماذا بخصوص الفلسطينيين من أبناء شعبنا المتواجدين في سوريا؟ نعم، التجاوب إلى حد ما هو يعتبر جيد. طبعا يعول دائما على نسبة وعي أكبر تفرض القوى الأمنية، هنا قوى الأمن الداخلي، في تطبيق الإجراءات الخاصة المتخذة أساسا فيما يخص فيروس كورونا. هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات تتوقف حتى اليوم، تسير بوتيرة تصاعدية أقصاها وصل حد تطبيق أو إطالة مدة الحظر الجزئي، هو أساسا مفروض من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، أطيلت مدته يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتبدأ عند الساعة 12 ظهرا، في محاولة لضبط الوضع أكثر أيضا، إضافة لسلسلة الإجراءات السابقة والحظر الجزئي المستمر طيلة أيام في كافة الأراضي السورية من السادسة مساء حتى السادسة صباحا. طبعا هذه الإجراءات أيضا متلازمة هي مع إجراءات مشددة تسير على المناطق الحدودية لسوريا تحديدا مع لبنان. هناك معابر غير شرعية للأسف يتم نقل بعض المواطنين عبر هذه المعابر بطرق غير شرعية، وبالتالي هم يخضعون بعدها بعد العلم بهم يخضعون للحجر الصحي الإجباري، مع تحذير أصدرته الداخلية السورية بأن من يسلك هذه المعابر سيكون تحت طائلة الملاحقة القانونية. اسمح لي فقط أن أعرج على وضع المخيمات الفلسطينية هنا في سوريا، يعني باعتبار أنها هي جزء من النسيج المجتمعي السوري يصعب الفصل ربما بين مناطق التجمعات، تجمعات أهل المخيمات، وبين مناطق التجمعات السورية، هي مختلطة إلى حد ما. لذلك الإجراءات المنسحبة على المناطق السورية والأراضي السورية تنسحب أيضا على المخيمات الفلسطينية. بالتالي فقط مخيم منطقة السيدة زينب وهي واحدة من المناطق التي فرض عليها صحي بعد أن تبين أن نتيجة الإصابة لأحد قاطنيها أو نتيجة الفحوصات الخاصة بأحد قاطنيها كانت إيجابية، فرض عزل صحي على منطقة السيدة زينب. هذه المنطقة كما نعلم يوجد فيها مخيم السيدة زينب للاجئين الفلسطينيين. طبعا تواصلت اليوم مع أحد من أهالينا هناك في المخيم، قال لي بأن الإجراءات هي فعلا تطبق بشدة، ربما بشدة أكبر في هذه المنطقة بوصف ظهور حالة منها. العزل أو إجراءات الحجر وحظر التجوال هي مستمرة. أيضا المواطنين يسعوا لأن يكون الالتزام أكبر من خلال البقاء داخل المنازل في محاولة لكسر حلقة الانتشار أساسا. من العاصمة سوريا دمشق، يولا حسين، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا لزيد أبو شمعة من العاصمة المغربية الرباط، وأحمد بدران من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا. نحن مشاهدين على فصل قصير ونتابع في كورونا وقاية وإجراءات، تفضلوا بالبقاء معنا.
فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، احمي نفسك من المرض من خلال التزامك بالخطوات الآتية: تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا. نظف يديك بالصابون والماء أو استخدم معقم يدين كحولي في الحالات الآتية: بعد السعال والعطس، عند رعاية المرضى، قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، قبل تناول الطعام، بعد استخدام المرحاض، عندما تكون الأيدي متسخة، بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها. استخدم المنديل عند العطس أو السعال وتخلص منه فوراً بعد الاستخدام. تجنب البصق في الأماكن العامة ولمس العينين أو الأنف أو الفم. استخدم الجزء العلوي لأكمامك أو ذراعك المثني إذا لم تجد منديلاً في حالة السعال. اغسل الفواكه والخضروات جيداً. احرص على تطهير الأسطح في المنزل والمكتب. قم بطهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيداً. تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزارع الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية. الوقاية خير من قنطار علاج. مع تحيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. Noi siamo un popolo che ama la pace, che vogliamo la pace, però una pace senza giustizia è un'utopia. Una pace senza dare al popolo palestinese il suo diritto sacrosanto ad uno Stato, a vivere come tutti i popoli di tutto il mondo, libero, in uno Stato indipendente, democratico, si può parlare giustamente di pace solo in questo senso. Allora oggi noi dobbiamo dire ai nostri alleati, anche quelli che hanno preso anche posizioni accettabili, possiamo dire, perché ieri al Consiglio di Sicurezza l'Italia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Svezia hanno preso una posizione molto importante, però dobbiamo essere adesso chiari, non basta solo dire agli americani no. Secondo me è il passo più importante che questi paesi riconoscano lo Stato palestinese con Gerusalemme capitale sul confine del 67, se vogliono veramente bloccare questo sopruso che stanno facendo gli americani e gli israeliani al popolo palestinese. نحن نسعى في هذا الاجتماع لوضع برنامج عمل لخلق فعاليات حتى ننقل الصوت الفلسطيني للبرلمان الأوروبي، حتى يكونوا على يقين أن الشعب الفلسطيني يرفض أي صفقة. إذن كان مشاهدينا هذا الطبيب الفلسطيني نبيل خير رحمه الله، وهو ينقل رسالة الشعب الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته ويدافع عن حقوق شعبه. توفي أثر إصابته بفيروس كورونا وهو يؤدي واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى في دولة إيطاليا الصديقة. نرحب بسيد بسام صالح، أمين سر حركة فتح في إيطاليا، الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد بسام، تعزينا الحارة لكم ولعائلة الفقيد الطبيب الإنسان الذي قضى وهو يقدم واجبه الإنساني، وسمعناه قبل قليل أيضا كان يدافع عن القضية الفلسطينية بفقدانه، وهو أحد الأصوات والرموز في أوروبا. في إيطاليا ماذا فقدت القضية الفلسطينية؟ ماذا نقول عن نبيل خير؟ نبيل خير الصديق والقائد والمناضل الفلسطيني فتحاوي، ابن فلسطين، ابن بيت سحور، طبيب إنساني دافع عن الإنسانية، شهيد الإنسانية، لأنه كان يدافع بالخطوط الأولى وأصابه المرض وتوفى بها نتيجة هذا المرض. نبيل خير شخصية
منذ أن وصل إيطاليا عام 1975 كان لي شرف لقائنا مع بعض كإخوة وكأبناء فلسطين في البلد، اشتغلنا مع بعض في اتحاد الطلاب، وكان دائما يبادر وكان دائما يغني وكان دائما يهتف لفلسطين. ثم تخرج وأصبح طبيبا، كان يتنقل بين المدن الإيطالية من أجل أن يبحث عن مكان عمل ثابت، لأنه كان أجانب بس غير مسموح لهم بالعمل ضمن المؤسسات الحكومية. وأخيرا بعد سنوات تمكن من أن يحصل على عمل في بلد، البلد اللي عايش فيها في جزيرة سقية سردينيا في جنوب إيطاليا في مدينة كاليري، وبدأ حياته عادية ككل الناس، طالب ثم طبيب ثم مناضل، وهو دائما كان مناضل من خلال الطلاب، من خلال اتحاد الأطباء الفلسطينيين في إيطاليا، من خلال الجاليات الفلسطينية في إيطاليا وجاليته في سردينيا في البلدين اللي هو فيها، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، حيث تمكننا أخيرا نعمل الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، وكان الأخ نبيل نائب رئيس الاتحاد، عمل كثيرا من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وخاصة مع عقد المؤتمر الأخير في روما، وبذل كل جهده من أجل توحيد الجهود وتوحيد كل المواقف من أجل أن نكون فلسطين هي الهدف. نبيل قدم كل حياته من أجل فلسطين حتى في آخر لحظة، حتى اللحظة الأخيرة وهو يدافع. متى كان تواصلك الأخير سيد صالح عن القرار الفلسطيني؟ متى كان تواصلك الأخير مع حريتنا كفلسطين؟ حتى في كلامه في المظاهرات، ويمكن المشاهدين شافوا قسم منها، هذه كانت بشبه مستمرة في كل أنحاء إيطاليا، وكنا نتنقل من كل مدينة إلى مدينة من أجل أن نرفع سمعة فلسطين واسم فلسطين. متى كان تواصلك الأخير سيد صالح مع نبيل خير رحمه الله؟ الله يرحمه. كيف؟ عفوا ما سمعت السؤال. متى تواصلتم لآخر مرة؟ آخر مرة لما كان مريض في البيت قبل ما يروح على المستشفى، وكان اتصالي فيه مباشر تقريبا يوميا، يعني أنا مع نبيل في علاقة أخوية وتنظيمية وعلاقة وطنية أيضا، كان الاتصال مباشر يوميا بين التشاور شو نعمل اليوم وشو نعمل بكرة، فكان آخر اتصال قبل ما يفوت المستشفى بكم يوم يعني. وكان يقول بدوش يروح على المستشفى لأنه مش حاسس ما عندوش الأعراض، وإحنا نركز عليه إنه روح على المستشفى لأنه ضروري، أنت طبيب أكيد اختلطت مع ناس، أنت بتعمل عيادة لكل الناس يعني، في واحد أكيد صابك منه ممكن روح شوف. ما كانش مقتنع، لأنه كان مقتنع أنه عنده قناعة وعنده قدرة على مقاومة هذا المرض. حتى لما اكتشف في الأخير أنه عنده الفيروس إيجابي أخذوه على المستشفى، ومن المستشفى لم يخرج نتيجة الظروف اللي عاش فيها في المستشفى أيضا يعني. مرض صعب مش سهل في بلد صغير أيضا في جزيرة سردينيا، لكن قاوم مقاومة شديدة من حوالي أسبوعين وهو يقاوم هذا المرض لحد ما انتصر المرض للأسف. وهذه يمكن واحدة من المعارك الوحيدة اللي خسر فيها الأخ نبيل، أحد معاركنا المشتركة، وهي معركته كطبيب وكإنسان وكمناضل. يجب أن نتذكره أيضا في حياته، قديش ناضل هذا الإنسان، قديش قدم، كان يتنقل في كل الاجتماعات، ينط من مدينة إلى مدينة زي الغزلان يبقى يركض شو فيه بدنا نعمل. آخر مكالمة له كان بكل بكرة إمتى حنلتقي بس ينتهي هذه الوباء الجانحة هاي اللي أصابت العالم كله، نعمل لقاء سكايب. وعملنا لقاء سكايب وكن بين المرح وبين الأخوة والمحبة اللي بتجمعنا فيه مش لوحدة يعني. طيب سيد صالح، بفقدان أحد الأصوات المؤثرة، أنتم في حركة فتح يعني كيف تنظرون إلى هذه القضية بفقدانه، وهو يعني صوت مؤثر في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام؟ بالتأكيد، لأنه العمل اللي قمنا فيه من أجل، كان نبيل على رأس هذا العمل، اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا كان عصبه نبيل خير والإخوان الثانيين، ولكن اللي كان يحرك كل الموجودين فيه هو الأخ نبيل وبعض الإخوان الثانيين، وهذا لازم نحكيه في حياته حتى ما يروح نضال الإنسان ونصير نتذكره بس لما يموت. لازم نتذكره هو حي ونعطيه احترامه، احترام الناس اللي عايشين في أوروبا وفي الخارج في الشتات، لأنه نحن جزء من هذا الشعب، نحن جزء أساسي من الشعب الفلسطيني في البعيدين جغرافيا، ولكن احنا نحمل فلسطين هما وغما وفرحا في قلوبنا في عقولنا. ونبيل كان واحد من الناس اللي حاملينها بكل مكان، كان يغني
في آخر اجتماع عقدناه لمؤتمر روما للجاليات كان يغني لفلسطين يا بلادي. ما كانش يفكر انه بده يصير في يوم من الايام اللي صار فيه بعده في عز شبابه 63 سنة ولسه في زي ما بيقولوها معدل الحياة في ايطاليا بوصل ال 80 وال 85 انه يموت بهذه الطريقة باسلوب انه احنا لا نستطيع حتى ان نراه، لا نستطيع ان نعمل له جنازة، لا نستطيع ان نودعه، وهذا بيزيد حصرتنا بالزيادة لانه احنا كنا نعرفه منيح، واللي بيعرفه منيح كان يعطيه تقييمه ويعطيه حياته ويعطيه القيمة اللي بيستحقها في حياته. كنا بنريد ان الناس تحترمه وتزيد احترامه. في الممات صحيح كلنا بنصير ابطال وكلاتنا كذا، لكن البطل الوطني والبطل القومي نعم. هو البطل اللي لما يكون حي ايضا وبيقدم لبلده زي ما قدم نبيل وزي ما قدم اخوه اخرين في اوروبا وفي العالم كله، ابنائنا الاطباء اللي عم بيموتوا في كل محل بسبب طيب. سيد صالح شعل إلنا شعله رحمه الله رحمه الله، ومرة اخرى تعزينا الحاره لكم، تعزينا الحارة لكم ولعائلة الفقيد رحمه الله. شكرا جزيلا لك سيد بسام صالح أمين سر حركة فتح، كنت معنا عبر سكايب من إيطاليا، تعزينا الحارة، شكرا جزيلا. ونحن في تابع أيضا لهذا الموضوع عبر الخط الهاتفي، تنضم إلينا من روما سفيرة دولة فلسطين عبير عودة. مساء الخير سيدة عودة، أهلا مرحبا بك معنا هذا المساء. تلقيتم اليوم اتصالا هاتفيا من السيد الرئيس محمود عباس وبتعليماته أيضا للتواصل مع العائلة، تلبية كل احتياجاتها. حدثينا أكثر عن هذا الموضوع وآلية التواصل مع هذه العائلة. سيد صالح قال بأننا لم نستطع أن نقيم له جنازة ونراه في ظل الظروف التي تمر بها إيطاليا كباقي دول العالم، تفضلي. مساء الخير أخي. فعلا كما عوضنا فخامة الرئيس أن يكون أول من تحدث إلينا معزيا ولنقل رسالة عزاء لعائلة الفقيد هنا وليعزينا ويعزي الشعب الفلسطيني بوفاة الأخ القائد نبيل خير وزوجته، والتأكيد على تقديم المساعدة والقيام بالواجب على أكمل وجه. فعلا تم الاتصال بعائلته مرارا ونقلنا رسالة سيادة الرئيس كما هي، وهناك امتنان كبير من العائلة. فعلا الأخ نبيل مناضل، كنا نتابع وضعه منذ حوالي 20 يوم لحظة بلحظة، ولغاية أمس مساء إلا أننا تلقينا خبر وفاته هذا الصباح بكل حزن وأسى. فعلا افتقدنا الأخ نبيل، افتقدت الساحة الإيطالية لأنه وجوده كان مميز في نضاله من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وتوجيه رسالات إلى الإيطاليين حكومة وشعبا بالاعتراف بفلسطين كدولة. فعلا افتقدناه للأسف، ويعني تعزينا الحارة للعائلة هنا وفي الوطن. ماذا عن الجالية الفلسطينية السيدة عودة؟ هل من أخبار جديدة تتعلق بأوضاعهم وحتى متابعتكم أنتم في السفارة لأوضاعهم اليومية، كيف تبدو؟ فعلا الأوضاع الجالية حاليا مستقرة، هناك حالات شفاء والحمد لله وحالات تحسن من بين المصابين العشرة. هناك 3 أطباء لا يزالوا بالعناية المركزة ولكن وضعهم في تحسن بعد وفاة الأخ نبيل. يوجد حالة جديدة مصابة ولكن وضعها جيد ومستقر، فنحن نتابع لحظة بلحظة أحوال الجالية، الطلبة، احتياجاتهم، ونلبي كافة احتياجاتهم أينما كانوا من خلال اللجان المشكلة من رؤساء الجاليات، من رؤساء اتحاد الطلبة، من شباب فلسطين، لتوصيل أي مساعدة لأي فرد أينما كان. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا سيدة عبير عودة، مساء الخير. ونحن في ذات الموضوع نتابع عبر سكايب، ينضم إلينا أيضا من كاليري، مدينة كاليري الإيطالية،
دكتور سمير عثمان اختصاصي الصحة العامة. دكتور مساء الخير، أهلا ومرحبا بك معنا، أنت صديق الطبيب نبيل خير. حدثنا عن نبيل الإنسان هنا. الأخ نبيل هو صديق عزيز، الجمع الغربة، غربة الشعب الفلسطيني، سواء أنا جاي من لبنان وهو جاي من فلسطين، الغربة جمعتنا وأسست بيناتنا علاقة متينة، زي ما تحكي زي ما فيك تحكي إنه الجغرافيا السياسية انتهت قدام القضايا الإنسانية. نبيل إنسان عزيز وإنسان صلب، وكان إنسان كتير رائع، وزي ما شو بدي أحكي، ما حكيت عن نبيل تعجز الكلمات. وكان إنسان متواضع وإنسان حر، وإنسان إذا فينا نحكي بكلمة بسيطة، مع كل عمله وشغله وهذا كان إنسان قلبه طيب وصافي، ودائما وجهته دائما لخدمة شعبه. وكان له ميزة خاصة بالذات بالساحة الإيطالية وعندنا في كاليري، هو الانفتاح على جميع الأحزاب اللي تدعم حقوق شعبنا الفلسطيني. نعم، يعني من خلال قربك من الراحل طبيب خير، ما الذي يميز هذه الشخصية؟ وهو مرة أخرى يعني قضى أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني وإصابته بهذا الفيروس في إيطاليا. بالنسبة للأخ نبيل، كان إنسان مميز، إنه إنسان صاحب عطاء دائما، وبالذات في المحنة اللي أصابت العالم كله، بغض النظر عن المحنة اللي شعبنا الفلسطيني بيعيشها اللي هو وباء الاحتلال، نبيل كان يقاوم كمان وباء الفيروس، وهو قضى وهو يناضل من أجل حماية الناس وحماية الشعب الفلسطيني وحماية الشعب الإيطالي وحماية أصدقائنا، لأنه مهنة الطب هي مهنة إنسانية، وشعبنا الفلسطيني شعب إنساني، ونبيل بيمثل قمة الإنسانية في هذه القضية. طيب دكتور، دعنا نستثمر أيضا فرصة وجودك معنا، كيف تبدو الصورة اليوم في إيطاليا على صعيد انتشار الفيروس؟ حاليا أهم شغلة، إيطاليا دولة انضربت من أول الدول، وكل الناس كانت تستخف بهذا الفيروس، بينما اللي أثبتت الأيام أنه إيطاليا هي اللي كانت على حق من ناحية أخذ الإجراءات، بالوقت اللي العالم كان يحكي أنه إيطاليا مستهترة والضحايا كتير في إيطاليا. وإن شاء الله من هاي الإذاعاتكم الكريمة بوجه رسالة لشعبنا الفلسطيني أنه ما حدا يستهين بهذا الفيروس الخبيث، لأنه بوصل محل ما بتقدر تتوقع منه. وللأسف أصاب أخ عزيز علينا، برغم قوته وعنفوانه استطاع للأسف هذا الفيروس إنه يقضي على أخ عزيز علينا. وكم كنا بنتمنى إنه تكون الشهادة في فلسطين في أرضنا الحبيبة. رحمه الله وتعزينا لكم سيد أو دكتور سمير عثمان اختصاصي الصحة العامة، كنت معنا عبر سكايب من مدينة كالاري الإيطالية. شكرا لانضمامك، وكان الله في عونكم على هذا المصاب. مساء الخير، شكرا جزيلا. نحن مشاهدين لا فاصل قصير، ومن بعده نتابع في كورونا وقاية وإجراءات، تفضلوا بالبقاء معنا. أنا نسرين حجة من قوات الأمن الوطني، خلينا نكون إيد واحدة لنساهم في حماية وطننا وشعبنا، فلو كل فرد أخذ بالإجراءات الوقائية رح نحمي أنفسنا ومجتمعنا من أي ضرر ممكن إنه يصيب صحتنا، لأنه صحتنا أهم. مرحباً،
أنا نادر مرار مسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتمنى منكم من أجل سلامتكم وسلامة أطفالكم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لنكون أقوى من فيروس كورونا. مرحبا، أنا شكر الخواجة من نعلين، بشتغل في الداخل، اليوم ما صرحتش على الداخل عشان مرض الكورونا، عشان أحافظ على صحتي وصحة أهلي. ويجب الانصياع بتعليمات الصحة والرزق يعني على رب العالمين، يعني التزامنا هو مسؤوليتنا لحماية عائلاتنا وجميع المجتمع، هذا إشي أساسي. على مر العصور أودت الأوبئة والأمراض بحياة ملايين البشر حول العالم، وتسببت بأزمات كبيرة استغرقت أوقاتا طويلة لتجاوزها. فمنذ الوجود الآدمي وحتى لحظتنا هذه، هناك العشرات من الأوبئة ضربت البشرية جمعاء، فقد فيها من فقد وبقي من بقي ليصارع وباء يتلوه وباء. الطاعون الأنطوني ضرب الإمبراطورية الرومانية بين عامي 165 و180 ميلادي، وانتشر في مختلف أنحاء العالم حاصدا أرواح ما يقارب 5 ملايين شخص. وفي عام 541 ضرب طاعون جستنيان العالم آتيا من الإمبراطورية البيزنطية، قتل قرابة 30 مليون شخص. وفي عام 1855 ظهر نوع جديد وأكثر تطورا، وهو الوباء الثالث، نوع من أنواع الطاعون الذي جاء من مقاطعة صينية نحو العالم، وانتهى بعد أن قتل 12 مليون شخص. أما الطاعون العظيم أو الموت الأسود، حيث تسبب هذا الوباء الذي انتشر خلال الفترة بين عامي 1347 و1351 بقتل ما يقارب 200 مليون شخص حول العالم. أما الجدري فقد حصد أرواح 56 مليون شخص عند ظهوره عام 1520. وفيما يتعلق بالإنفلونزا فقد جاءت الإسبانية منها عام 1918 متسببة بوفاة 50 مليون شخص حول الأرض. ومن ضمن كل هذه الأمراض التي ظهرت، فقد كان الإيدز الذي يعد من أصعب الأمراض والمستمر حتى يومنا هذا، وقتل قرابة 35 مليون شخص. وبين عامي 2009 و2010 ظهرت إنفلونزا الخنازير في الولايات المتحدة والمكسيك، وانتقلت إلى جميع أنحاء العالم، وأودت بحياة نحو 200 ألف شخص. فيما كان نصيب الإيبولا من الأرواح في الدول الإفريقية وبعض بلدان العالم قرابة 11 ألف شخص بين الأعوام 2014 و2016. أما يومنا هذا فجاء فيروس كورونا المستجد المحير للعلماء والأطباء وكل من عجز عن إيجاد دواء للداء، والمصل الذي ينقذ البشرية في خسارتها المتواصلة من الأرواح. الخسارة التي ازدادت منذ ديسمبر العام الماضي وحتى الآن بفعل كورونا المستجد، حيث وصل عدد الوفيات حول العالم أكثر من 66 ألف شخص، فيما بلغت الإصابات حتى لحظة إعدادنا هذا التقرير قرابة 1,225,000 حالة. المواطنون الكرام، كورونا كوفيد-19 هو مرض فيروسي معدن يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي لم يسبق أن يصاب به البشر من قبل. ينتقل من شخص لآخر بشكل رئيسي من خلال الرذاذ من الشخص المصاب عند العطس أو السعال. عادة ما يستقر هذا الرذاذ على الفم أو الأنف للشخص المقابل. قطرات الرذاذ تعتبر ثقيلة الوزن ولا يمكنها الانتشار لمسافة بعيدة في الهواء، وغالباً لا تزيد مسافة انتشار الرذاذ لمسافة أكثر من متر، ويستقر بشكل سهل على الأسطح. لذا من الضروري تعقيم الأسطح بشكل مستمر وتنظيفها بشكل جيد، خاصة في الأماكن التي كان فيها أشخاص تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا. من الضروري أيضاً تجنب لمس الأنف أو العين بعد التواجد في أماكن فيها أشخاص ظهرت عليهم أعراض المرض.
عند العطس أو السعال يرجى وضع مرفق اليد على الأنف والفم أو استخدام مناديل نظيفة والتخلص منها بشكل سليم وآمن في القمامة. يجب غسل الأيدي جيداً بالماء والصابون وتعقيمها بشكل دوري، وبعد ملامسة الأسطح أو التواجد في أماكن فيها أشخاص تظهر عليهم أعراض إنفلونزا، وهذا من شأنه أن يقضي على الفيروس الذي من الممكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأيدي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزارة الصحة الفلسطينية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونحن إلى موضوعات تهم الشارع الفلسطيني في هذه الفترة. نتحدث عن التعليم الإلكتروني، تجربة جديدة من منصات التعليم الإلكترونية. ما هو تقييم في هذه المرحلة بعد أسابيع عمليا من البدء بهذا النوع من التعليم، وهي تجربة كما أشرنا جديدة؟ وموضوع أيضا التأمين، قطاع التأمين في فلسطين، كيف تتعامل شركات التأمين في هذه الفترة مع المواطنين؟ حول الموضوع الأول معي دكتور إسلام عمر، مساعد رئيس جامعة القدس المفتوح لشؤون التكنولوجيا والإنتاج. مساء الخير، مرحبا بك معنا دكتور. مساء الخير. وبخصوص التأمين من استوديوهاتنا في رام الله ينضم إلي السيد أمجد جدوع، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. مساء الخير سيد جدوع، أهلا مرحبا بك معنا. مساء الخير أخي خميس، ومساء الخير لجميع السادة المشاهدين. اسمح لي أبدأ مع سيد عمر المتواجد معي في الأستوديو. ما تقييم حتى الآن سيد عمر للمنصات الإلكترونية، منصات التعليم، كيف شايفينها؟ طبعا التقييم يأخذ مناحٍ متعددة، وهو مرتبط بمدى تعمق هذه الخبرة في مؤسسات الوطن، ومدى تقبل قطاعات الوطن المختلفة لهذه التقنيات التعليمية. ففي بعض المناحي وبعض المؤسسات توجد خبرة جيدة في التعليم الإلكتروني، وفي بعض المؤسسات التعليم العالي هي نوعا ما مستجدة. بشكل عام نستطيع القول بأن التجربة قد أقلعت وبدأت بالتحرك. هنالك ممانعات مختلفة من القطاعات الطلابية، وهنالك ممانعات مختلفة من قطاعات الأكاديميين والمدرسين، آراء كثيرة، وهذا متوقع كون الآراء هذه تؤخذ بالحسبان. أكيد يجب إطار تعديلات معينة خلال الفترة الحالية. طبعا يجب أن تؤخذ بالحسبان، فأي عملية وأي تغيير جديد سوف يقابل بالممانعة، وإذا لم يكن صانع السياسة والمنفذ متقبلا وفاتحا لأذانه لهذه الآراء، فهذا سوف يؤدي إلى فشل هذه التجربة. ففي الأماكن التي يتم التعامل مع هذه الاعتراضات الموضوعية يكون ذلك إضافة للتجربة، وفي بعض الاعتراضات التي ربما تكون مبالغ فيها فهذه يمكن الالتفاف عليها، ويجب أن لا تفرض هذه الوسائل على الناس للتباين في ظروفها وللتباين في إمكاناتها. ما الاعتراضات التي رصدتموها وهي قابلة للتغيير وبالفعل غيرتوها؟ الاعتراضات كانت عادة منصبة حول انتشار وسائل الاتصال بشكل كامل. كان هنالك بعض الاعتراضات من إخواننا في قطاع غزة بسبب انقطاع التيارات الكهربائية. طبعا كان واجبا علينا أن نتحرك، أنا أتحدث عن تجربة جامعة القدس المفتوحة هنا في هذه الزاوية تحديدا، أن ندخل تقنيات الهاتف المحمول قدر المستطاع ولا أوسع نطاق ممكن من حيث تناول المعلومات الأكاديمية والتأهب لعملية الامتحان، حيث أن الهواتف أكثر انتشارا من أجهزة الحاسوب في مجتمعنا في هذه الفترة، وإضافة إلى أنها أقل معاناة من مشكلة انقطاع التيارات الكهربائية. وهذا طبعا مثالا من الأمثلة. وأيضا هنالك بعض الآراء التي كانت منصبة على طبيعة هذه المواد، حيث أن بعض المواد لا يمكن التعاطي معها بطريقة إلكترونية، المواد ذات الطابع العملي، ذات الطابع المهاراتي أكثر منها ذات طابع معرفي، فهذه المواد لا يمكن التعاطي معها بتعليم إلكتروني بنسبة 100% كبعض المواد والمباحث الإنسانية على سبيل المثال. لدي العديد من الاستفسارات والأسئلة عمليا. موضوع الجودة التعليم دكتور، يعني التعليم العادي اللي هو أن يذهب الطالب إلى الجامعة على محاضرته، وما بين التعليم الإلكتروني في محاضرة تمتد لساعتين أو ثلاث ساعات، عن أي جودة نتحدث هنا؟ حسنا. لا أحكم أن ليس هناك أي جودة، ولكن أتساءل. لا، هذا سؤال مشروع جدا. في التعليم الإلكتروني هنالك عنصرين إضافيين يضافان إلى ما يمكن التحدث عنه بالوسائل الوجاهية.
وهو ما هو غائب في عملية التعليم المستخدمة حاليا في قطاعات كثيرة، وهي المحتوى الجذاب والمحتوى المعد جيدا للطالب ليستطيع الطالب أن يتفاعل معه، إضافة إلى المحاضرة الجيدة. جميع هذه العناصر إذا اجتمعت في عملية التعليم الإلكتروني فممكن أن يكون هنالك تحسين للجودة. لكن هذا الكلام يأخذ طابعا نظريا. في البعد العملي المؤسسات أجبرت، والطلبة والأساتذة أجبروا للتوجه على هذا المنحة من التعليم، فأكيد سوف يكون هنالك اختلاف في الجودة، أكيد سوف يكون هنالك بعض التنازلات القليلة بما لا يؤثر على النسق العام، وهذه مسؤولية صانع السياسة ومنفذها، ويتم التغلب على هذه الجزئية بكثرة التفاعل والأسئلة وتوسيع قواعد الدعم الفني وقواعد الاتصال الإنساني وليس فقط الاتصال التقني. المحاضر عنده صعوبة عمليا في أنه يفتح باب النقاش في المحاضرة اللي بتكون داخل الجامعة نفسها، ولكن أنا مش عارف كيف الموضوع، جربتش الصراحة الموضوع بيكون كيف على المنصات الإلكترونية بنقش الموضوع والمحادثة وكيف ممكن توصل المعلومة صح في خلال 3 ساعات من المحاضرة. بدي أروح لسيد أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الذي انضم لنا من استوديوهاتنا في رام الله. كيف تعمل شركات التأمين سيد جدوع؟ مساء الخير من جديد، إن شاء الله ما نكونش أطلنا عليك. شركات التأمين كيف شغالة اليوم في ظل الظرف القائم وحالة الطوارئ؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجميع السادة المستمعين مرة أخرى سيدي. شركات التأمين استطاعت أن تعمل وفق العمل عن بعد من خلال تطوير البيئة الإلكترونية لديها، وهي إجراءات كانت استباقية، كانت شركات التأمين تتحضر لها خوفا من وصول المرحلة اللي احنا فيها حاليا من ناحية الحجر المنزلي وعدم تمكن شركات التأمين من التواجد في المكاتب لتقديم الخدمات مباشرة لجمهور المؤمن لهم. بالتالي شركات التأمين اليوم قادرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية من خلال العمل عن بعد، من خلال البيئة الإلكترونية اللي استطاعت أن تطورها. وأضف إلى هذا الموضوع أيضا أنه مجلس الوزراء أصدر قرار بتمديد وثائق تأمين المركبات اللي هي تشكل أكبر فئة من محفظة التأمين في فلسطين، وأصدرت على أساسه هيئة سوق رأس المال قرارها بتمديد وثائق تأمين المركبات التي تنتهي خلال فترة الطوارئ من تاريخ 23/3 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، تعتبر سائلة المفعول. بمعنى آخر جميع المركبات التي انتهى تأمينها خلال هذه الفترة تعتبر سائلة المفعول طيلة سريان فترة الطوارئ كاملة، وبالتالي شركات التأمين ملتزمة أولا بخدمة المؤمن لهم، وأيضا ملتزمة بالحوادث التي قد تقع للمركبات التي تم تجديد تأمينها تلقائيا. وكل الشكر والتقدير أيضا لقطاع التأمين وشركات التأمين التي التزمت بهذا القرار، وهذا القرار الذي يصب في مصلحة المواطن أيضا النابع أساسا من ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والأمن العام في البلد ومصلحة المواطن وصحة المواطن والحفاظ على ممتلكاته في هذه الظروف الصعبة التي تعيش بها البلد. طيب جميل سيد جدوع، يعني بنعرف أنه التأمين للمركبات فيه التعامل فيه بيتم بشقين، دفع نقدي أو كاش بالعامية، وشق الآخر بالشيكات. اليوم حسب سلطة النقد الشك الراجع يختم ختم حالة طارئة أو حالة طوارئ، وإن شاء الله بتزول هذه الحالة سريعا ونحد من انتشار الفيروس. لما ترجع الأمور لطبيعتها كيف سيتم التعامل مع هذه الشيكات من قبل شركات التأمين؟ هل سيتم جدولتها ولا كيف؟ شكرا على سؤالك، هذا سؤال في غاية الأهمية، من الضروري توضيحه أيضا للمواطن ولحامل وثيقة التأمين. بداية قرار تأمين المركبات هو ساري المفعول ويجدد تلقائي جميع المركبات التي انتهت خلال فترة الطوارئ، والمواطن عليه أن يتوجه إلى تسديد وثيقة وقسط التأمين واستلام وثيقته الأصلية من شركة التأمين حال انتهاء حالة الطوارئ التي نأمل أن تكون قريبة انتهاء حالة الطوارئ. هذا موضوع مهم أن المواطن عليه أن يسدد ويلتزم بتسديد قسط التأمين. في موضوع
شوف أستاذ خميس، يعني الحالة التي نعيشها ويعيشها العالم هي حالة استثنائية وغاية في التعقيد، ولأول مرة العالم كله يقف أمام عدو خفي يحاربه بجميع الجبهات، ونحن كفلسطين أثبتنا والحمد لله قدرتنا على مجابهة هذا الوباء بشكل شفاف ومهني كامل، شهد له العالم أجمع لتجربتنا ونجاحنا كفلسطينيين. نحن كبهيئة شركاء رأس المال، نحن بخلية أزمة كما الحكومة بخلية أزمة، نحن أيضا بخلية أزمة بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور نبيل أسيس، ومتابعة مستمرة ودائمة من قبل السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة وطاقم العاملين جميعا في هيئة شركاء رأس المال. نحن نتدارس كافة الخيارات للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لاحقا حال انتهاء حالة الطوارئ وتمكن شركات التأمين من التواجد في مكاتبها، وتمكن مواطن أيضا من أن يكون موجودا في ويتحرك. يعني لوضوح حتى الآن في مسألة الشيكات كيف سيكون التعامل بها لاحقا؟ نحن ندرس كافة الخيارات وسنكون نتعامل بمنطق يوازي ما بين مقدرة المواطن التي تضرر دخله في المرحلة الحالية وعدم قدرته على دفع قسط التأمين حتى لو كان 50%، الآن هو 50% نقداً و 50% على شيكات لستة أشهر. نحن نتدارس بالتنسيق مع قطاع التأمين ومع شركات التأمين تفعيل أو عمل إجراء إضافي بما يسهل على المواطن وأيضاً يوازي ويعادل أيضاً أن نحافظ على قدرة شركات التأمين على الالتزام بسداد التعويضات. من الملاحظات اليوم وسريعا لو سمحت في عجالة، انه بعض المواطنين بتحدث انه سيارتي عملية متوقفة بفعل حالة الطوارئ والحد من الحركة، وانا ليش ادفع تأمين؟ ايش بترد؟ هذا السؤال مشروع صراحة، ولكن احنا في ظل حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ هدفها الاساسي المصلحة الصالح العام ومصلحة البلد والسلب الاهلي وخلافه، والمواطن اصلا هو جزء لا يتجزأ من هاي المنظومة، وكل القرارات اللي اتخذت اصلا هي الحفاظ على المواطن وعلى سلامة المواطن والحفاظ على ممتلكاته، وبالتالي الموضوع كبير جدا، وبالتالي أخذنا هذا القرار ومجلس الوزراء مشكورا أخذ هذا القرار وللحفاظ على ممتلكات المؤمن له على صحته. يعني لو فرضنا على سبيل المثال أن مواطن انتهى تأمينه ولم يتم تجديده بشكل تلقائي واضطر أن يخرج من بيته للذهاب إلى الصيدلية إلى المخبز لشراء خبز لأطفاله وحصل معه حادث، ما هي التداعيات؟ وبالتالي احنا حمينا المواطن. نعم احنا نتفهم موقف المواطن، ولكن بالنهاية الصالح العام ونحن بحالة طوارئ، وكان من الضروري اتخاذ هذا القرار بما يسهل على المواطن أيضا ويحمي ويحافظ على سلامته وصحته وممتلكاته أيضا. شكرك جزيل الشكر أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في رام الله. أعود للدكتور إسلام. دكتور، من يقيم أداء المحاضرة اليوم أو كيف آلية التقييم؟ طبعا عملية التقييم هي مرتبطة بتقييم المخرج النهائي للعملية بالدرجة الأولى. عمليات التقييم هي كل إدارة اتجهت إلى الطريقة التي تراها مناسبة، فمثلا في بعض المؤسسات يتم حضور بعض الكادر المشرف الأكاديمي على هذه اللقاءات وهذه المحاضرات ويستمع إليها، لا يوجد هنالك إمكانية لدى جميع المؤسسات أن تعيد تقييم العملية أثناء عملية تنفيذها للمرة الأولى في بعض المؤسسات. التقييم الأساس يتم بتقييم المخرج وهو الطالب، وتقييم العملية التعليمية من خلال عملية الامتحان. هذا إن تحدثنا على مستوى مادة وعلى مستوى مشرف أكاديمي. أو سرعة أستاذ. الإنترنت في بعض المنازل ليست فائقة كما هي الشركات أو الجامعات، كيف تتعامل مع هذه القضية؟ انه في طلاب بيشتكوا انه بيطلعوا من البرنامج او بيقطع النت عمليا، فكيف بتصير الامور؟ هذه مشكله قائمه طبيعا. احنا قمنا بحل هذه المشاكل بالتعاون مع شركات الاتصالات، وبعض الشركات بادرت الى تقديم رفع سرعات مجانيه. ما نهتم به في هذه المرحله بصراحه هي سرعه الانترنت للاستاذ المدرس في بيته حتى يستطيع ان يعطي هذه المحاضره، وسرعة وأداء الأنظمة المركزية التي تستطيع أن تقدم هذه الخدمة. ما يمكن فعله هو عمليا تسجيل هذه المحاضرات وإعادة بثها بجودات صورية أقل وبنفس الجودة الصوتية، بحيث أنه يستطيع الطالب العودة إلى هذه المحاضرة
في حال خف الضغط أو ضمن ظروف جودة أقل ليتعامل مع هذه المادة. إضافة إلى أن مثلا أنا بحكي على تجربة جامعة القدس المفتوحة، أن المادة التي يشرحها المدرس هي موجودة في الكتاب وهو بين يدي الطالب، والبرزنتيشنز والوسائل المستخدمة مخزنة على موقع منفصل آخر يتم تعميمه على الطلاب، فالطالب يستطيع أن يحضر المحاضرة ويستطيع أن يتعامل مع الكتاب ويستطيع أن يحضر المحاضرة المسجلة ويستطيع أيضا أن يتعامل مع السلايدز المستخدمة في عملية الدراسة. كنا أسهل شيء دكتور عملية الامتحانات. نعم. في التعامل مع هذا المنصة الإلكترونية أسهل شيء الامتحانات، كل حدا فورم أو كل هي لحاله برجع. نعم صحيح. لا هنالك جامعة القدس المفتوحة اتجهت للتقييم بثلاثة طرق مختلفة. الطريقة الأولى وهي للدراسات العليا تستخدم طريقة التيك هوم إكزام الامتحانات البيتية. الطريقة الثانية هي مناقشة المشاريع العملية باستخدام تقنيات البيج بلو بوتن أو الزوم المستخدم في جامعة القدس المفتوحة وهو لا يختلف عن التقييم العادي. الطريقة الثالثة هو الأكثر تعقيدا في الجامعة بعقد امتحان إلكتروني وهو الجامعة تقوم ببناؤه من الصفر حقيقة، لأننا نبحث عن نظام سريع جدا يستطيع أن يستوعب آلاف الأعداد من الطلبة ويعطي كل طالب حقه بحيث أن كل طالب يمتلك نسخة مختلفة عن الطالب الآخر في الامتحان سواء بترتيب الأسئلة أو بعدد الأسئلة. والجوهر الأساس في هذا الموضوع أن كل أستاذ مكلف بامتحان طلابه. في جامعة القدس المفتوحة يتم التعامل مع الامتحان بطريقة التوجيه، أن الامتحان مركزي ويخضع للطلاب في الضفة وغزة في نفس الوقت، لكن في هذه الحالة قمنا بعمل عملية مختلفة من أجل زيادة السلامة الأكاديمية للامتحان. وهنا نتطلع طبعا إلى إنجاح هذه العملية تقنيا وتربويا، وهذا طبعا لن يتأتى إلا بتعاون إخوتنا الطلبة وإخوتنا الأساتذة أيضا، وطبعا بدعم لا محدود من إدارة الجامعة ورئاستها ومجلس أمنائها. طبعا ملاحظة أخيرة، المدخلات وتقديمها خلال وقت المحاضرة عدد كبير من الطلاب يكونوا يحضروا والمحاضر، فبتتداخل الأمور كمان، هي من الملاحظات اللي أنا سمعتها من العديد من الطلبة. صحيح. هلأ هنالك مدير فني للقاء غير المدير التربوي، هذا هو من ينظم العملية، القضايا التقنية في هذه العملية. فعندما يفرغ الأستاذ من الحديث يسمح للطلبة بخاصية رفع اليد وبخاصية المداخلة والدخول على النقاش. عادة يكون عدد الطلاب في الصف الافتراضي عددا هائلا نسبيا، وتعطى الأسئلة في بعض الأحيان لمجموعة قليلة من الطلبة بناء على توصية المدرس. هذه عملية حقيقة هي عملية يكتنفها الصعوبة، التفاعل بين الأساتذة والمدرس، بين الطلبة والمدرسين يكون باستخدام الوسائل الإلكترونية الأخرى. شكرك جزيلا. شكرا دكتور إسلام عمر، مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون التكنولوجيا والإنتاج. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية. أشكرك. سلام عليكم إن شاء الله. أشكرك. مشاهدينا لفاصل القصير ومن بعده نتابع، تفضلوا بالبقية معنا. إعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، القواعد الواجب اتباعها للعاملين في الطوارئ والخدمات الإنسانية وتوفير المستلزمات التموينية ومواد التنظيف في ظل حالة الطوارئ. 1- ارتداء القفازات والكمامات. 2- عدم ملامسة الوجه. 3- تعقيم السيارات العاملة في مجال المساعدات وعلى خطوط التماس. 4- عدم السلام على أي فرد من الأسر المحجورة. 5- استخدام واق للعينين أي نظارة أو واق للوجه. 6- استخدام معطف نظيف ذي أكمام طويلة. 7- الحرص دوما على توفر معقم في السيارة. 8- مسح وتعقيم أجزاء المركبة الأكثر عرضة لللمس مثل المقود وحزام الأمان والمفاتيح ومقابض الأبواب. 9- الحرص على توفير كيس داخل مركبتك للتخلص من المناديل الورقية بطريقة آمنة بعد استخدامها. 10- تجنب لمس الأنف أو الفم أو العين قبل تعقيمها خاصة عند استخدام وسائل النقل العامة. 11- الحرص على غسل يديك جيداً عند دخول المنزل. 12- تجنب ملامسة أو مصافحة أفراد الأسرة فور دخول المنزل. 13- الحرص على النظافة الشخصية.
مساء الخير من جديد، أهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. كورونا وقوى إجراءات مستمر معكم، ونحن إلى مواضيع أيضا تهم مشاريع الفلسطينية. توافر الأدوية في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية. انضم إلينا من استوديوهاتنا في رام الله الدكتور عاطف أبو صفط. مساء الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني حدثنا أكثر عن توافر الأدوية، وصلتنا العديد من الاستفسارات حول هذه القضية وأيضا الشكاوى بخصوص يعني بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. كيف تبدو الصورة؟ يسعد مساك أخي خميس ومساء جميع أعزائنا المشاهدين. بخصوص الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية، يعني بالوضع الحالي أنا بقدر أطمنك أنه الأدوية متوفرة، ما في مشاكل عندنا بإذن الله. وزارة الصحة الفلسطينية بتقوم بتوفير قائمة أدوية أساسية معتمدة في الوزارة، بتضم 580 صنف دوائي حاليا، وهي الأدوية تقريبا 95% بفضل الله وبفضل جهود مع الوزارة وتوجيهات مع وزارة الصحة متوفرة حاليا، ما في مشاكل بإذن الله. بحب أطمئن جميع المستمعين والمشاهدين إنه هاي الأدوية متوفرة عنا وما في أي قلق بخصوصها. وتوزيعها عمليا أو الفترات اللي ممكن للناس يتوجهوا للمراكز الصحية مديريات الصحة حتى يحصلوا على هذا الدواء، خصوصا في ظل إجراءات متبعة في البلد، يعني بات القاصي وداني بعرفها، حركة التنقل يعني شبه معدومة، كيف ممكن أنه توصلهم على الأدوية؟ واسمح لي راح يكون معنا يعني تليفونات إذا ما واتصالات ومشاركات من جمهورنا، إذا ما يعني أحد المتصلين عقب على هذه القضية نحول مباشرة وبنحكي لك يعني إيش الملاحظة. تفضل. إن شاء الله. إحنا بشكل عام كوزارة الصحة الفلسطينية بنقوم بتزويد مراكز الوزارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بطلبية أدوية كل شهرين، بتغطي احتياج المركز لمدة شهرين كاملات، الرعاية الصحية الأولية شهرين والمستشفيات لشهرين. مع بداية الأزمة الحالية، أزمة كوفيد 19، أزمة كورونا، وبتعليمات من معالي وزيرة الصحة وبتعليمات من مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كانت هناك تعليمات بأن يتم صرف الأدوية المزمنة لجميع المرضى في جميع المراكز بكمية تكفي لشهرين، وبفضل الله أعتقد تم حصول جميع المرضى على كميات أدويتهم المزمنة لفترة تكفي لشهرين. هلأ ممكن مع حدوث بعض العزل وبعض حصر حريات التنقل نتيجة إجراءات اللي تم اتخاذها ونتيجة مرسوم فخامة الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء، ممكن بعض المرضى ما تمكنوا من حصول على أدويتهم بشكل كامل أو بشكل وافي. بتمنى هدول، احنا مراكزنا بتداوم 24 ساعة. طبعا تم تقليص العديد من الكوادر لدواعي معالجة فيروس كورونا، ولكن بإمكانهم التواصل مع مديريات الصحة ومع أقرب مركز صحي لمنطقة سكناهم والحصول على أدويتهم. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور عاطف. ينضم إلينا من استوديو تلفزيون فلسطين في وزارة الصحة دكتور علي عبد رب، مدير عام الطب الوقائي في الوزارة. مساء الخير دكتور، أهلا مرحبا بك معنا. ماذا عن الطعومات الخاصة بالأطفال في ظل أيضا الإغلاقات وفي ظل الحد من الحركة، في طعومات ضرورية إنه الأطفال يستمروا فيها بأعمار مختلفة؟ طبعا بالتأكيد. نعم أخي الكريم، التطعيمات وبرنامج التطعيم الوطني الفلسطيني الموسع هو ركيزة من ركائز الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، بمعنى أنه لا يمكن إيقاف التطعيمات تحت أي ظرف من الظروف. التطعيمات مهمة لتحصين أبنائنا الصغار وهم جيل المستقبل، لتحصينهم ضد الأمراض المعدية التي يمكن نقي منها إصابة أطفالنا باللقاحات، وبالتالي هذا يتم عن طريق إعطاء الفيروسات أو البكتيريا المسببة لهذه الأمراض المعدية، والتي عادة ما تكون ميتة أو مضعفة إلى أقصى درجات. طيب دكتور، العملية مستمرة، كيف استمراريتها في الفترة الحالية؟ دكتور إذا سمحت عشان الوقت ضيق، كيف استمرارية عملية التطعيمات حاليا في المراكز الصحية؟ تفضل. سامعك تفضل. نعم استمرارية، نعم تفضل. أنا هلأ الوقت الحالي في ظل الجوائح وفي الوضع القائم في فلسطين لدينا، طبعا
لا نستطيع أن نفتح العيادات، فبالتالي بتوجيهات معالي وزيرة الصحة وتماشيا مع توجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الوقت بالذات، سيتم تشكيل فرق تطعيم متنقلة تتنقل إلى القرى بالتنسيق مع المجالس المحلية في مختلف البلدات والقرى. متى ستبدأ عملها دكتور؟ لتطعيم، ستبدأ عملها منذ غدا صباحا، وأنا هون بعلن للأهالي في قرى شمال غرب القدس بتجهيز الأبناء المواليد الجدد. غدا سيتم تطعيم ضد مرض السل وعمل فحص الكعب القدم، وهذا مهم جدا، يجب أن يتم خلال 72 ساعة من الولادة للكشف المبكر عن مرض. طيب الطواقم ستتوجه مباشرة إلى المنازل دكتور؟ نعم، بالتعاون مع المجالس المحلية سيتم حصر الأسماء والتوجه إلى منازل كل شخص، إلى منزله كل طفل إلى منزله، وسيتم تطعيم الجميع بدءا من غد، وسيتم عمل برنامج لكل طعم على حدة حتى لا نخسر من الطعم. طيب وصلت الفكرة في هذا الجانب، وصلت. معنا مشاركات، معنا من أريحة. علاء مساء الخير. تفضل. ألاء. هلا مساء النور. طيب تفضلي، مساء الخير. هلا مساء النور. أنا طالبة جمعية من أريحة. طيب. اليوم كنت بدي أحكي لكم إياها، إنه يومين يعني إحنا بنبحث على الفاضي، بنلاقي استهزاء من قبل القوات الأمنية. قبل يومين أخوي كان مروح من الخليل عشان يجهز عرسه، لقوا القوات الأمنية باسم محافظة عطوفة محافظة أريحة المحترم، وبتهمه تهمة ما يعني ما لوش دم فيها، إنه بيهرب عمالنا إسرائيل، إنه بيشتغل على الخط، ومع العلم إنه كان يجهز عشان عرسه بعد بكرة. طيب أختي لو سمحتي، مساء الخير. أول شيء إحنا فاتحين النافذة للاتصالات فيما يخص الجانب الطبي، مش أي جوانب أخرى، يعني في جهات لها علاقة بهذا الموضوع ممكن إنه حضرتك توجهي لهم. فعلاً إحنا تواصلنا مع الجهات المعنية، مع هيك إحنا لقينا استفسار. طيب أنا إحنا بنحكي مش أنا اللي بحكي طب، عندي أطباء بيحكوا طب، يعني ما فيها أخذ الملاحظة عفواً إذا سمحتي، وتوجه إلى الجهات الاختصاص، يعني بدنا نأخذ ملاحظات لها علاقة بالجوانب الطبية إذا سمحتي. شكراً جزيلاً، مساء الخير. معنا وائل من الخليل. مساء الخير يا وائل. وائل، طيب وائل يبدو أنه أطلنا عليه. إحنا بنتابع مع ضيوفنا الأطباء دكتور علي عبد ربه، دكتور عاطف أبو صفط. دكتور علي عبد ربه تحدث يا دكتور صفط عن موضوع أنه رح يوصلوا للناس عمليا في موضوع التطعيمات للأطفال، في إمكانية لاحقا أنه توصلوا بالأدوية كمان للأمراض للكبار في السن، أصحاب الأمراض المزمنة، توصلهم الدواء للبيت حتى ما يتعب، يعني ما يكون عليهم أعباء التنقل الطويل، أو حتى إنه يكسروا القواعد والإجراءات الموجودة في البلد. تفضل أخي خميس. أعتقد في يعني بناء على مرسوم فخامة الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة، تشكلت العديد من اللجان للتسهيل على المواطنين في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. هنا أخي إحنا أنا بهيب بجميع المواطنين. إحنا يفترض الأدوية المزمنة تم صرفها تقريبا من أسبوعين أو أكثر لجميع المرضى التي يحتاجوها في كل مواقع الوزارة. هلا في حال احتاج المواطن، أي مواطن في حال احتاج لدواء، بإمكانه التواصل مع مراكز وزارة الصحة، مع لجان الطوارئ، مع لجان المحافظات، مع موظفي وزارة الصحة، وهم دائما على استعداد لتلبية أي مساعدة بيحتاجها المواطن. في بدي نوه اخي خميس بخصوص تعليمات واجراءات الحال اللي نعيش حاليا، احنا هو تحديد يعني تقليص التحرك قدر الامكان. برجو من المواطنين، في ادويه مزمنه كثير ثمنها غير مرتفع، يعني ما بتكلف المواطن، يعني ممكن مريض يحصل على 4-5 ادويه ثمنها لا يتجاوز 50 شيكل. طيب. اذا كان لابد وتماشيا مع الحاله الحاليه بامكانه يتوجه لاقرب صيدليه يأخذ دواء لمدة أسبوع 10 أيام بتكلفة مو عالية، يعني 20-30 شيكل، حتى
الله يهون علينا نخلص من هاي الجائحة. مش كل الناس ظروفهم بتمكنهم انه يحصلوا على هذا الدواء من الصيدليات. يعني في حال في حال كان مضطر وصلت الفكره. معنا ابو وائل من جنين. مساء الخير ابو وائل. مساء الخير. مساء الخير لاحسن اعلامي وضيوفي الكرام. اهلا وسهلا تفضل. السؤال: معظم العالم يلبس الكمامات عند خروجه من البيت ونحن الفلسطينيون متقدمين على الكثيرين في الاجراءات. جميل. الى متى نلبس الكمامات؟ وشكرا. شكرا يا ابو وائل. دكتور عبد ربه، متى يعني يجب ارتداء الكمامات؟ نعم. يعني انا اسمح لي اخ خميس بس قبل ما اجاوب على هذا السؤال فضل. بدي اعقب على ملاحظه مداخله الاخ اللي قبله. وزاره الصحه وعلى مر العقود ونحن لدينا تجربه في الاجتياحات وفي الاغلاقات وابان الاحتلال، كان دائما برنامج التطعيمات لم يتوقف، وبرنامج مد المواطنين بالأدوية المزمنة لم يتوقف، وكانت لنا تجربة في السابق في الاجتياحات بإيصال الدواء لمنازل المواطنين. وزارة الصحة لن تتخلى عن المواطنين ولا تتخلى عن واجبها لا في تقديم الدواء سواء للمرضى المزمنين أو في تقديم اللقاحات والتطعيمات لأبنائنا اللي هم أمل المستقبل. طيب فيما يتعلق بالكمامات، الكمامات نعم إذا ما توفرت الكمامات يفضل استخدامها عند الخروج، ولكن استخدامها بشكل صحيح بحيث أن تؤدي الغرض منها في الحماية وأن لا تكون سببا في نقل الجراثيم والعدوى. طيب بمعنى أن لا تستخدم لفترة طويلة نفس الكمامة. نعم. معنا اتصالات أخرى. معنا عماد من رام الله. مساء الخير عماد. مساء الخير. يعطيك العافية ضيوفك الكرام. حياك الله يا سيدي. شكرا. الخميس أنا عماد أبو السيد من رام الله. أهلا وسهلا. إحنا عمي بالنسبة للدواء عندنا مشكلة الأمراض المزمنة وعندنا عيادة في البلد من أول حالة الطوارئ إلى اليوم ما فتحت العيادة نهائيا وما عندنا دواء. أنا عندي الحاجة بتغرض تقريبا 10 أنواع دواء من الصحة. أنا حكيت مع رئيس المجلس وحكى مع الصحة وتبع معهم وبحكوا ما في مجال لمين يزدوا من أي بلد عفوا؟ الحاجة هاي منين تجيب دواء الحاجة؟ من وين شباب؟ أنا مش فاهم من وين؟ راس كركر. طيب شكرا يا عماد، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. معنا محمد من قطرنا. أبو محمد من قطرنا مساء الخير. مساء الخير يعطيك العافية. أهلا وسهلا محمد. طب أنا أسألك سؤال، إحنا بعد 14 يوم حجر بنزل نعمل فحص ولا لا؟ ايش هو؟ بعد 14 يوم حجر بنزل نعمل فحص ولا لا؟ طيب شكرا جزيلا. بدي أروح بسؤال عماد من راس كركر. عماد دكتور أبو صفت بحكي إنه ما في أدوية براس كركر. ما في أدوية. ما سمعت. بإمكانه أنا بحكي لك، أنا يعني بالوضع الحالي إحنا أدوية متوفرة جميعها. بإمكانه راس كركر ممكن الظروف الحالية حالة دون إيصال الدواء لجميع القرى بسبب الظروف الحالية، بإمكانه التواصل مع عيادة الصحة الموجودة في بلدهم براس كركر وهم سيقوموا بتأمين الدواء. وإذا عنده أي دواء غير متوفر بإمكانه التواصل معي على هاتفي وسنقوم بإيصال الدواء للمواطن لبيته، ما في مشكلة في المراكز الصحية. يعني تعليمات معالي وزارة الصحة. دكتور أبو صفت لو سمحتي الوقت ضيق وبدنا نستفيد من الملاحظات سريعا. المراكز فضل. الصحية اللي في القرى والبلدات الفلسطينية يعني توزعت الأدوية عليها مع بداية حالة الطوارئ في البلد ولا كيف؟ ولا هي موجودة فقط في مديرية الصحة؟ لا توزعت ولكن قد في ممكن أدوية مديرية الصحة لم تتمكن من إيصالها في وقت المناسب. بإمكانه التواصل مع مديرية الصحة بخصوص أي دواء مفقود وهم سيقوم بتوصيله له بتأمين له، ما في مشكلة. طيب أبو محمد من قطرنا دكتور عبد ربه بيسأل عن بعد 14 يوم حجر لازم نعمل فحص ولا كيف؟ يعني بعتمد إذا في عنده أعراض أو لا. إذا ما في أعراض ممكن ما نعمل الفحص، وبالتالي ولكن هو يخرج من الحجر البيتي الشخصي ويدخل في حجر الذي يشمل كل المواطنين في البلد بحكم الإجراءات المتبعة. نعم. طيب معنا أم محمد من جنين. مساء الخير أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم محمد. طيب شكرا جزيلا. فتحي من عجول مساء الخير.
مساء النور، يعطيك العافية. حياك الله سيد. أخي بس بدي أسأل عن، أنا جيت قبل فترة سألنا في الصحة على الدواء اللي هو بتاع الكبد اللي هو ترافيفير، فقالوا لنا مش موجود، فبنعرفش إنه لسه وصل ولا ما وصلش، يعني هذا الحكي كان له تقريبا أسبوعين. من أسبوعين سألت. أه نعم نعم صحيح. شكرا يا أخي فتحي. من الدواء؟ أي دواء؟ أي دواء؟ تلوفوفير؟ نعم تلوفوفير، وبعرف الدكتور حلمي طبعا بعرفه. طيب سمعوك، لا متوفر حاليا. متوفر؟ نعم نعم متوفر. تلوفوفير 300 متوفر حاليا. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني أخذت الإجابة مباشرة، الدواء متوفر. معنا اتصال من بيت لحم. مساء الخير. نعم مساء الخير، حياك الله. هلا. صوت شوي لو توطينا صوت التلفزيون بعد إذنك. عندي أنا ماشي. ألو سامعينك بوضوح، تفضل. مساء الخير. مساء الورد يا أخويا، بقدر أشارك في هالبرنامج؟ أنت على الهواء، تفضل سيدي. أول إشي الله يمسيك بالخير أنت وضيوفك. يسعد مساك، وبتمنى شفاء لأبناء شعبنا إن شاء الله. وبأقدم تحية إلى يعني إلى طوامك أجهزتنا الأمنية وإلى الطواقم الطبية وإلى الصحافة الفلسطينية وإلى كل يعني شعبنا. وفي قصيدة إذا بتسمح لي دقيقة واحدة بس. يلا دقيقة معك على السريع لأنه شرفنا على الانتهاء. أقول يا الجيش يا سياد الوطن يا حماة الديار، لكم في قلوبنا محبة وحنة معاك وعلى الدرب لآخر المشوار، ما نرتضي العيبة وندوس على الجمر لو الزمن علينا هجار. هذه محنة والذول يا شعبنا وصير ماضينا وتذكار، جيشنا انتشر بالمدن وشعبنا لاقاه بالورد والازهار. يحافظوا على اطفالنا ويساعد لهم بالسن منها كبار، شجعانا يوم تدور عودها ويحمى وطيفها النار، يزودوا حطبها ويقبلوا عليها وما يولونا الاكبار. والله ان افضلكم القول واسألوا كباركم وبمعارككم وش اللي صار، فطروا تاريخنا بالشرف والنور وعدوهم ذاك والله مظهورا ومحتار، صغيرا ورضي البخت اللي يبغضهم. شكرا. انا سمحتك، انا سمحتك بدقيقه وبنكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا، شكرا شكرا على الكلمات الطيبه والجميله اللي بتدل على طيب اصلق. لؤي من جنين، مساء الخير يا لؤي. مساء الورد يا استاذ خميس. اهلا وسهلا يا سيدي، تفضل. الله يسعدك ويسعدك انت وضيوفك. حياك الله، تفضل سريع. اول شغله انا بحيي سياده الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء وخص نفسي الاجهزه الامنيه كل الاحترام والتقدير والطاقم الطبيه. طيب. والف رحمه على دكتورنا اللي توفى نبيل خير اليوم، الف رحمه على روحه. وانا بس بدي اسال سؤال صغير. تفضل. يا هل ترى اللقاح ان شاء الله نطول يعني يطلع مثلا بس هذا السؤال اللي حير كل العالم. شكرا جزيلا، شكرا. دكتور ايش تحكي لؤي من جنين؟ لقاح او المصل او الدواء الخاص بكورونا؟ نعم نعم اللقاح يا اخي الكريم. تفضل دكتور، تفضل دكتور عبد ربه. تفضل 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 دكتور كمل. انا لازم خصصك لانه عندي اثنين اطباء. شكرا شكرا. انا اللي بعتذر اخي الكريم. مش مشكله. لا 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 انت عندك طبيب وصيدلاني. على راس على راس. اللقاحات في العالم كله تدخل في بروسيس طويل، يعني عمليه متتاليه، لا باقل تعديل تحتاج الى 18 شهر، وهذا معروف لدى كل الباحثين والعلماء. لا أعتقد أن يتم إيجاد لقاح قبل مرور هذه الفترة. نتمنى أن لا نحتاج للقاح مثل ما حصل مع السارس في 2002 اللي اجتاح الصين طبعا وحصد أرواح في فترة بسيطة وانتهى واختفى ولم يعد احد يسمع بهذا المرض ان شاء الله. طيب معنا اتصالات. ان شاء الله معنا اتصالات. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت انا في عندي نقص في شغلتين الادويه لزوجي، طبعا زوجي مقعد عنده 5 جلطات. السلام عليك. واللهم صل على سيدنا محمد. حركت يعني مقعد. انت من وين بتحكي معنا عفوا؟ من وين بتحكي معنا؟ من رام الله. من رام الله. في نقص في الادويه؟ في عندي نقص السنزمين، طبعا في عندنا صيدليتين، واحدة في جنبنا في عرورة والثانية في البلد نفسها مش موجود، اللي هو السنزمين للبروستات، وهذا لازم ياخذ بشكل يومي.
وفي عندك شغله ثانيه اللي هو الانشور، لانه اكله نهائيا مش طبيعي ما بياكل منه. طيب الانشور ايش كمان ادويه عفوا؟ ما قبل الكورونا، ما قبل الكورونا والانشور مفقود عندنا. طيب اختي المتصله بالرجاء خليكي معنا. ودكتور سمعتها دكتور؟ انشور سمعته، ايش كمان؟ الانشور والفنجمين. نعم البروستات. ايش هو كمان عفوا؟ فنجمين. تركي رقمك اختي لو سمحتي، تركي رقمك مع شباب في الكنترول روم. هلا الانشور موجود، الانشور ميثوتريكسات. اه الانشور موجود في العياده اللي عندنا، عياده مجاري ميثوتريكسات. الانشور طيب. موجود بامكانك التواصل مع مديريه صحه رام الله وتامين، ما في مشكله فيه. طيب شكرا، وتركينا رقمك لو سمحتي، وعليك مراجعه صحه رام الله. اتصل اخر، مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا سيدي، تفضل. اسعد حنون من تركيا. حياك الله سيدي، تفضل. استاذ دواء الدهنيات من اشهر مش موجود بالصحه عندنا بطول كرم. بطول كرم دواء الدهنيات. نعم. دواء الدهنيات من اشهر مش موجود. طيب خليك، شكرا على الملاحظه واسمعنا الاجابه. دكتور ابو صفت، دواء الدهنيات يعني الاسبوع الماضي قمنا بتزويد جميع المدريات، الاسبوع الماضي بامكانه التواصل مع الاخ لؤي بهنطش في مديريه صحه طول كرم، وسيقوم بتزويده بالدواء. من اقل من اسبوع قام بتزويد معظم الصحيات بدواء الدهنيات. واذا الاخ فعليه بالتواصل مع، واذا الاخ هناك ما اجب على التليفون كيف يحصل الدواء؟ لا بامكانه يتواصل، يذهب للصحيه ويحصل على دواء حاليا. آه. موجود بمديريه صحه طول كرم الدواء، ما في مشكله فيه. طيب. دواء الدهنيات حاليا متوفر يعني. حصل انقطاع لفتره بسيطه بس حاليا متوفر. طيب. اتصل اخر معنا. معنا اتصال اخر. عفوا اخ خميس. شكرا شكرا دكتور بصفط. معنا اتصال اخر يبدو فقد الاتصال. طيب اوكي اوكي معك. هلا من نابلس، مساء الخير. السلام عليكم استاذ. مساء الخير يا سيدي. اهلا تفضل. مساء النور دكتور. انا باكل كله في مستشفى النجاح، ودواء المباراه مفقود عندنا بدون صار لي شهرين، وذكر ودواء البنزين برضه مش متوفرين لنا يعني. المباراه قالوا هذا قالوا ما بنجيبوش لوزاره الصحه، يعني انه فحص الغده عندي 1250 مش عارف يعني شو اسوي، وهذا الدواء قال ما بنقدر نشتريه، والرنزيلا برضه صار له شهرين ما استلمناهوش لانه يعني مش موجود. طيب ومش عارف كيف يستعملوا. دكتور عاطف، دكتور عاطف ايش بتعقب على المتصل؟ اي منطقه؟ اي منطقه؟ والله من نابلس هو، بس ما بنعرفش بالتحديد من المدينه، من يعني من القرى البلدات ومش عارفين بالضبط. نابلس لساتك معنا المتصل من نابلس؟ نعم نعم انا بتصل معك من مادام تبانا. مادام بحكي عن دواء، بحكي مادام تبا نابلس. مادام نعم مادام بحكي عن دواء الغده ودواء رينافيلا. دواء الغده صحيح، دواء الغده، دواء الغده، دواء الغده اللي بحكي عنه هو مفقود للاسف في السوق، في السوق المحلي مفقود من فتره يعني، في كميات بسيطه، في مشكله بتصنيعه حتى بدول الجوار باسرائيل مفقود. ايش البديل؟ ايش البديل؟ يعني ايش البديل؟ باذن الله، باذن الله في شحن حتم استيرادها يعني، ممكن خلال شهر تكون عندنا، بس الدواء مش مرتفع ثمنه يعني 20 شيكل سعره دواء الغده، نامل انه يتم توفيره باقرب فرصه. دواء رينافيلي موجود. طيب دواء سيفلامير. طيب موجود. شكرا شكرا سيد سيد عاطف. معنا اتصال اخر من جنين. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد انا. السلام عليكم اول شيء. انا تحيي للرئيس ابو مازن، وتحيي لكل جندي وعسكري وامن الوطني، وتحيي لكم كلياتكم يعني واقفين وقفه ترفع الراس، والله يحييهم ويخليهم يتذمرهم يا رب. يعني بعتبرهم اولاد الي. اللهم صل على النبي عنهم، وان شاء الله الى الامانات ان شاء الله ننتيهم الصحه والعافيه. وانت يا ربي استاذ خميس الله يبارك فيك، انتم الموجودين عندكم يا رب. الله يبارك فيك. الله يحماكم ويبعد عنكم كل اذى يا رب. اي ملاحظه اخرى؟ انا سمحت بس لانه صار المرض علاج. العلاج، علاج المرض ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله بصير علاج للمرض. والدكتور علي عبد ربه حكى عن موضوع العلاج واللقاح والمصل، وان شاء الله بتوصل العلماء لعلاج. معنا محمد من سلفيت. مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير يا اخي اهلين. شكرا على هالبرنامج، الله يعطيكم العافيه. حياك الله. بنحيي كل الجيش الابيض وكل
القوات اللي على هالحواجز تسهلوا امورنا وتسهلوا لنا الوضع. بدي احكي مع الدكتور عاطف في انا بسمع. عندي زوجتي مريضه عندي زوجتي مريضه عاملها عمليات سرطان في راسها مرتين وبتاخذ الدواء كبرى بجوز من 11 سنه بيوفرون لنا اياه في الصحه. فرجاء الله يرضى عليك الدكتور عاطف في هالوضع هذا ما احناش قادرين نوصل لمدينه ولا شيء. رجاء انك تحط لنا اياه كبرى 500 بس رجاك يا دكتور عاطف على راسي. شكرا اخ خميس. اخ خميس ايش دكتور عاطف لحظه دقيقه لو سمحت اخي المتصل من سلفيت اترك لنا رقمك تحت الهواء عشان نتواصل معك اذا سمحت. شكرا دكتور عاطف تفضل. الدواء الكبرى هو دواء هو خارج القائمه الاساسيه يعني هو ادويه ما بتوفرها وزاره الصحه ضمن سله الخدمات المعتمده في وزاره الصحه. بالنسبه لدواء الكبرى تم اعتماده من 4-5 شهور بتعليمات من معالي وزيره الصحه لمساعده هؤلاء المرضى وسيكون متوفر لدينا ان شاء الله ان شاء الله خلال شهر من الان يعني في اخر جلسه لمجلس الوزراء الاثنين الفائت تم اعتماد اعطاء الكبرى وخلال شهر من تاريخه او اقل من شهر ممكن اسبوعين الى ثلاثه سيكون متوفر للمريض اللي تتكلم معنا ولا غيره من المرضى في مختلف مناحي الضفه الغربيه. الخميس بخصوص شكاوى المرضى المتعلقه بدواء مفقود هنا او هناك انا بدي اوضح شيء بسيط هنا. وزارة الصحة بتوفر 580 صنف دوائي ضمن قائمتها الأساسية وتسعى كل الأنظمة الصحية وكل الحكومات على أن تكون هذه الأدوية متوفرة بكميات تكفي المواطنين وبجميع الأوقات ولكن الدواء توفير الدواء كسلعة ليس بالأمر السهل. هناك قوانين تحكم توفير الأدوية ولا يمكن أن يعني ليس من السهل أن تكون جميع الأدوية متوفرة 365 في اليوم. أنا بدي أحكي على القطاع الخاص الفلسطيني، السيادة الخاصة خلال العام 2019 كان هناك تقريبا 132 دواء مفقود من السوق من السيادات الخاصة لدواعي خارجة عن إرادة القطاع الصيدلاني والقطاع الطبي ولفترات تتراوح بين 3-6 شهور وهذا قطاع دكتور عاطف يعني يحرص الصيادلي على أن يكون الدواء متوفر لديهم في جميع الصيدليات. إذا سمحت ما أردناها أن نسلط على هذه القضية توفر الأدوية خلال الفترة الحالية لأنه المواطنين وصلتنا شكاوى في هذا الخصوص وملاحظات وكما سمعتها أنت على الهواء نتأمل أنه المديريات وهي إن شاء الله بتكون أبوابها مفتوحة كمان المراكز الطبية الموجودة في القرى والبلدات تكون مفتوحة أبوابها لاستقبال المواطنين ويتوفر الدواء وحتى العينات اللي مش من ضمن 580 انه اذا حاولنا كمان كصحه ان نوفرها للمواطنين في هذه ظل هذه الظروف ان توفروها. كلمه اخيره من دكتور علي عبد ربه بخصوص المواطنين في قرى شمال غرب القدس حضروا حالهم صباحا وانتم بتوصلوهم للبيت. نعم 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 كوادرنا وطواقم الطب الوقائي ستصل غدا صباحا الى كل القرى وتتعاون بالتعاون مع المجالس المحليه غدا يبدأ طعم السل وفحص الكعب لمرض نقص إنزيم الفينيل كيتونوريا والغدة الدرقية ومن ثم ستبدأ عملية التطعيم للأطفال كل حسب نوع الطعم طعم الشهر ثم طعم الشهرين والأربع شهور والست شهور والسنة وسيتم تغطية كل الأطفال لأنه البرنامج التطعيم الوطني هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف وهو من الأهمية القصوى التي ترعاها وزارة الصحة الفلسطينية وبتأكيد نعم وتعليمات معالي وزيرة الصحة. نعم نعم أدركنا الوقت وبالتالي لا خوف على برنامج التطعيم لأي طفل من الأطفال. نعم. أدركنا الوقت أنا بعتذر منكم ضيوفي. خميس تعطيني كلمة أخيرة بأقل من نصف دقيقة لو سمحت. بقل من دقيقة أنا يعني إحنا في الأزمة الحالية اللي هي أزمة كوفيد يعني وبناء على تعليمات معالي وزيرة الصحة دكتورة مي سالم الكيلي تم تشكيل لجنة وبائيات. أنا بحب أطمئن المواطنين تم اعتماد بروتوكول طبي بكفاءات فلسطينية تضم جميع القطاعات الخاصة والجامعات والأدوية اللي تم الحديث عنها في معظم من قبل دول العالم خاصة دواء الكلوروكوين والهيدروكسيكلوروكوين تم تبرع السخي من الأردن الشقيق بناء على طلب وتعليمات معالي وزيرة الصحة لتغطية احتياج المواطنين وجميع الأدوية التي تم اعتمادها في البروتوكول الوطني هي متوفرة لدينا. كما أود أشكر جزيل الشكر الصناعات المحلية الفلسطينية لقيام بتبرع السخي بأدوية ضمن هذا البروتوكول وأخص بالشكر هنا شركة دار الشفاء
للأدوية وشركة القدس للبشرة الطبية وجميع موردي الأدوية لتعاونهم المستمر. شكرا لكم جميعا بهذا الخصوص. الشكر لكم جميعا. مدير دائرة مستودعات الأدوية المركزية في وزارة الصحة دكتور عاطف أبو صفت، كنت معنا من استديوهاتنا في رام الله، شكرا جزيلا لك. وأيضا مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربو من استديوهاتنا في وزارة الصحة، شكرا أيضا لوجودك ولسعة صدركما على ملاحظات الجمهور والمواطنين. شكر لمن رافقنا في هذه الحلقة، دمتم بخير وسلامة وابقوا في منازلكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.